باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تفضل يا ابونا. تفضل يا ابونا. تعال قدس. في البدايه بشكر كنيسه السريان الارثوذكس وعلى راسها قداسه البطريرك مار اغناطيوس فران كريم الثاني وسيدنا مار انتيموس اللي فتحوا لنا الكنيسه عشان نعمل هذا اللقاء. طبعا احنا قبل ما اتكلم العلاقه بين الكنيسه القبطيه والكنيسه السريانيه علاقه قديمه جدا في شركه الايمان وشركه الجهاد للحفاظ على الايمان وشركه الدم في قبول الاستشهاد من اجل حفظ الايمان. وكنيستنا فيها اكتر من اب بطريرك في تاريخها كان يكون اصله من السريان، اشهرهم البابا ابراهام بن زرعه اللي في عهده تم نقل جبل المقاط وعاش في بلادنا في مصر قديس ساويرس الانطاكي. وزي ما هو قديس عظيم عندكم عندنا برضو هو كبير جدا في كنيستنا، لدرجة لما بنصلي المجمع في القداس بيذكر القديس ساويرس الانطاكي بعد ماري مرقس وقبل أثناسيوس الرسولي، على اساس ان احنا مقدرين جهاده وتعبه في حفاظ الكنيسة على الايمان الارثوذكسي بعد عصر خلق دوني. هو تنيح في مصر في بلد اسمها سخا في الوجه البحري، وحسب المصادر القديمة بيقول هو دفن في مكان اسمه دير الزجاج في الساحل الشمالي في مصر. احنا بتربطنا علاقات جميلة. وبعدين سيدنا البطرك عاش في مصر اللي هو ابونا البطرك ماري فران، عاش في مصر فترة طويلة وخدم السريان الموجودين في مصر، ولينا كنيسة تشبه دي في منطقة اسمها السكاكيني او كنيسة باسم العذراء برضه للسريان الارثوذكس، حتة اسمها غمرة. وانا كل عيد ميلاد بروح اعيد عليهم واشترك في القداس او في كلمة في القداس. عندنا حاليا ابونا فيلوبوس ماسك السريان الارثوذكس اللي في مصر، وكان قبليه ابونا كيرولس مسعود، الاثنين ليهم علاقات طيبة جدا 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 معانا في الكنيسة القبطية. ربنا يديم المحبة ويديم الشركة ويخلي الكنيستين دايما منارة في العالم كله يعرفوا بقية الشعوب الإيمان في أصوله. يعني الناس كلها كويس، كل الكنائس حلوة زي الفل يعني، بس كنيستينا أقباط وسريان أو سريان وأقباط بيتميزوا إن احنا ما تغيرناش. يعني عندنا الإيمان اللي قالوا أثناسيوس وكيرولوس وساويروس وديوسكوروس على أصوله، دي حاجة نشكر ربنا عليه. الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده حسب البرنامج المعد، ايه علاقتنا احنا بالثالوث القدوس؟ فالأول طبعا لازم أشرح ليكم من هو الثالوث، لألا يكون في واحد فهمه بطريقة مش مظبوطة. ازاي هتعامل مع الثالوث وانا مش فهمه؟ هقول لكم الاول المعلومات الغلط اللي موجودة عند الناس في منطقتنا العربية وبعدين نصحح. اول معلومة، الناس مفكرة عشان الله واحد يبقى الاقانيم اقنوم واحد. يعني دايما بنفكر الاب هو الابن هو الروح القدس. لازم نبقى فاهمين ان الله واحد من جهة جوهره، لكن ثالوث من جهة اقانيمه،
يعني الآب غير الابن غير الروح القدس. حكاية ان احنا نستوعب ان الآب هو الابن هو الروح القدس دي كانت بدعة موجودة في القرون الأولى اسمها بدعة سابيليوس. سابيليوس ده قال ان الله في العهد القديم اسمه الآب هو بعينه لما تجسد باسمه الابن، ولما خلص التجسد وصعد للسماء نزل لنا تاني باسم الروح القدس. فهو شرح الثالوث على انه ثلاث اسامي لأقنوم واحد، وهذا خطأ. ارجو ما يكونش حد فينا مستوعب الثالوث بهذا المستوى. السبب في انه ممكن يتسرب الينا المفهوم ده ان احنا بنعيش في مجتمع يؤمن بالتوحيد المطلق، واي خروج عن التوحيد المطلق يعتبروه شرك وكفر. فاحنا عشان نرد عن نفسنا تهمة الكفر فبنقول لا، احنا بنأكد ان احنا اله واحد، وبعدين في ضمائرنا حاسين كمان حتى الثلاث اقانيم اقنوم واحد. لا، هو اله واحد فعلا، احنا مش بنداري ايماننا ولا بنخدع الناس، نحن نؤمن بإله واحد. ودي موجودة في أول قانون الإيمان، نؤمن بإله واحد. دي أول معلومة ناخد بالنا منها. نمرة اتنين، في ناس بيظنوا أن الله في العهد القديم كان واحد وفي العهد الجديد بقى ثالوث، ودي برضو معلومة مش ممكن تكون صح، لأن الله لا يتغير. الثالوث قائم وكائن منذ الأزل، الله لا يتغير. أول نص في سفر التكوين، لو قارين كتاب مقدس كويس تلاقي إيه في البدء؟ خلق الله السماوات والأرض. الله ده الآب. وبعدين يقول روح الله يرف على وجه المياه، ده الروح القدس. بعدون قال الله ليكن نور، ده الكلمة. يبقى الآب والابن والروح القدس موجودين منذ الأزل وظاهرين، حتى لو كان بصورة مستخبية لكن ظاهرين، لأن لا يمكن إخفاء النور. المسيح اسمه الابن من امتى؟ من الازل ولا لما تجسد؟ ها؟ من الازل. ودي الغلطة التالتة، ان في ناس يفكروا انه اسمه ابن عشان اتولد من العذراء. لا، ميلاده من العذراء مريم في بيت لحم المدينة المقدسة اللي احنا فيها، ده يخليه ابن الانسان، لكن هو منذ الأزل ابن الله. فالمسيح ابن منذ الأزل، يعني اسمه الابن دي من بدري. عشان كده في سفر أشعية قال لنا نبوة جميلة، إنه يعطى يولد لنا ولد ونعطى ابنا. ممكن تقول العبارتين دي عشان هنفسر، يولد لنا ولد ونعطى ابنا. ايه الفرق بين كلمة ولد وكلمة ابن؟ ما هم هم. لا، في النبوة دي في فرق. يولد لنا ولد، ده القصة اللي حصلت في بيت لحم، الميلاد من العذراء مريم. نعطى ابنا يعني هو الابن اللي موجود منذ الازل هيجي يعيش وسطينا، يعني الابن هيبقى ولد، ابن الله هيبقى ولد. كلمة ولد جاي من الولادة. خلي بالكم يا بنات، حتى البنات ممكن نسميهم أولاد، لأن كلمة ولد جاء من كلمة الولادة. كل مولود هو ولد. فإحنا كلنا أولاد آدم مولودين منه. المسيح ابن الله صار ولد لآدم، اتولد من العذراء ماري. فإذا كلمة ابن موجودة من أيام أشعياء. مش كده وبس، ده في سفر الأمثال
يقعد يقول من كال السماء بشبره، من سر المياه في ثوبه، من صعد إلى السماء ونزل، من فكان في مجمع اليهود لما يقولوا العبارات دي تتقال في الليتورجية، يعني زي القداس عندنا، الحاخام بيسأل والشعب بيرد، من كال السماء بشبره، يقول يهوى إلهنا العظيم، من سر المياه في ثوبه يهوى إلهنا العظيم. في آخر عبارة يقول ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. فكان يرد يقول هذا سر عظيم يفوق العقول. يعرفوش اسمه، ما يعرفوش اسم ابنه، يعني ابنه مذكورة حتى في سفر الأمثال من أيام سليمان الحكيم. والنصوص كثيرة، والمسيح نفسه قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، يبقى هو كائن منذ الأزل واسمه ابن الله. ولا يخفى عليكم أيضا نصوص كثيرة بتتكلم عن الروح القدس في العهد القديم، على الأقل لما بنصلي بالمزمور 50 ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، بنقول روحك القدوس لا تنزعه مني. يبقى الروح القدس موجود. إذا الثالوث أول معلومة نثبتها عندنا، كائن منذ الأزل ملوش بداية. طيب إيه طبيعة الثالوث؟ في ثلاث كلمات عايزكم تحفظوهم، أي حد يسألك عن الثالوث تقوله الثلاث كلمات دول، أظن ثلاث كلمات يبقوا سهلين. أول كلمة هي المساواة، والتانية اسمها التمايز، والتالتة اسمها المشاركة. قولهم، ها، مساواة، تمايز. اعتبروا النهاردة مش وعظة، ده درس في الإكليركية وكلكم هتمتحنوا فيه. أول سؤال إيه؟ أول صفة إيه؟ المساواة، تمايز، المشاركة. طيب المساواة في إيه؟ نقول في الجوهر. التمايز في إيه؟ نقول في الأقنوم. الشركة في إيه؟ في العمل. يلا أسألكم، المساواة في إيه؟ جوهر. التمايز والشركة في العمل. تعالوا نشوف. أول حاجة المساواة في الجوهر، لأن الله كم جوهر؟ جوهر واحد. كم أقنوم؟ ثلاث. فالمساواة في الجوهر معناها الآب والابن والروح القدس متساوون تماما. عشان كده في قانون الإيمان بنقول مساوي للآب. هل بنقول في الجوهر ولا في الأقنوم؟ في الجوهر. عشان كده الله عنده صفات جوهرية وصفات أقنومية. الصفات الجوهرية دي موجودة في الثلاث أقانيم زي بعض. هأجل أقولها إيه لغاية ما ناخد كلمة التمايز عشان نفرق ما بين الصفات الأقنومية والصفات الجوهرية. الصفات الأقنومية معناها إيه؟ منتهى البساطة، الآب وحده آب، الابن مش آب، والابن وحده ابن، عشان كده بيسميه الابن الوحيد، مونوجينيس باليونان، مش روح ولا آب. وروح القدس وحده روح قدس، لا هو ابن ولا هو آب. ده التمايز. طب ايه، ركزوا معايا وانتوا تجاوبوا، ايه اللي يخلي الابن اسمه ابن؟ كلمة واحدة، انه، لا مش التجسد، احنا لسه قايلين انه مولود، انه ايه؟ مولود من مين؟ لا، من الاب، مولود من العذراء دي خلته ابن انسان. التجسد قصة غير اللي انا بحكيها النهاردة. الابن اسمه ابن ليه؟ لانه مولود. بس عايز الكلمات. طب الروح القدس بنقول مولود من الاب ولا ايه؟ منبثق.
هما دول الثلاث كلمات اللي بيميزوا الآب عن الابن عن الروح القدس. الابن مولود، الروح القدس منبثق، يبقى الآب هو الينبوع. ماشي؟ لو أنا دلوقتي في الإكليركية وهعمل امتحان، هقول ما هي الصفة الأقنومية للابن؟ تقولوا إيه؟ كلمة واحدة تاخد فول مارك، تحكي لي حكاية تاخد بيك زيرو لايك زيس. ماشي؟ إيه هي الصفة الأقنومية للروح القدس؟ طب إيه الصفة الأقنومية للآب؟ ينبوع. بس هما دول الثلاث صفات اللي موجودة في الآب لوحده، الابن لوحده، وروح القدس لوحده. غير كده كل الصفات الإلهية موجودة بالتساوي في الآب والابن وروح القدس. يلا نعمل اكسرسايز. من هو الأقنوم المولود؟ الابن. من هو الأقنوم الينبوع؟ من هو الأقنوم، اوعوا اعمل لكم مطب ده تقعوا فيه، من هو الأقنوم ضابط الكل؟ ها الثلاثة. لأننا لسه بنقول صفة في الآب لازم تكون في الابن في روح. المسيح قال كل ما للآب فهو لي. طب من هو الأقنوم المخلص؟ ثلاثة. ليه؟ لأن احنا لازم نتفق جميع الصفات الإلهية موجودة في الثلاثة ما عدا ايه؟ لا، الصفة الأقنومية. ايه هي الصفة الأقنومية؟ كلمة. ماشي؟ يلا نكمل اكسرسايز. من هو الأقنوم الفادي؟ ثلاثة. صبيحي صحيط. طب من هو الأقنوم المولود؟ الابن. من هو الأقنوم الديان العادل؟ ثلاثة. من هو الأقنوم الينبوع؟ الأب وحده. من هو الأقنوم الرحيم؟ ثلاثة. من هو القادر على كل شيء؟ من هو المنبثق؟ طب مين الأقنوم اللي مش ممكن يولد ولا ينبثق؟ طب مين هو الأقنوم الذي يولد ولا ينبثق؟ من هو الأقنوم الذي لم يلد ولم يولد؟ الروح القدس. برافو. ليه؟ لم يلد يبقى مش الآب، لم يولد مش الابن، يتبقى لنا مين؟ الروح القدس. فهمت الحتة دي؟ بقت سهلة؟ لا شكلكم مش تخوفنيش. طيب احنا كده اتفقنا على نقطتين. النقطة الأولى ان الثالوث أزلي، النقطة الثانية ان ثلاثة أقانيم يشتركوا في جميع الصفات ما عدا الصفة الأقنومية. عشان كده احنا بنقول واحد هو الآب القدوس مش اثنين، واحد هو الابن القدوس مش ابنين، واحد هو الروح القدس مش روحين ولا ثلاثة. هل احنا بنقول اهدي معضلة كبيرة انتوا هتحلوها في لحظة، هل بنقول الروح القدس منبثق من الآب ولا منبثق من الآب والابن؟ ها؟ نشكر الله الكنيسة السريانية والكنيسة القبطية بيؤمنوا بانبثاق الروح القدس من الآب فقط. طب ليه؟ ليه؟ ها؟ يا سلام، شوفوا انتوا لقطوها بسرعة. يعني مشكلة ضخمة عملت انشقاق في الكنيسة في القرن الحداشر انتوا حلتوها بكلمة هو الينبوع الوحيد. طب لو قلنا منبثق من الأب والابن بقى ايه المشكلة؟ يصير الابن ينبوع. بدل ما اقول بقى واحد هو الاب القدوس اقول اثنين هم الاب القدوس. بقت سهله. مين الاقنوم الينبوع؟ بس الاب وحده. مين الاقنوم المنبثق؟ وحده. مين الاقنوم المولود؟ طب مين الاقنوم ضابط الكل؟ ثلاثه. مين الاقنوم القادر على كل شيء؟ كل الصفات الإلهية بقى موجودة. المسيح قال كل ما للآب فهو لي. طيب كلمة الابن مولود من الآب
على طول تيجي في ذهن الناس ان في زواج وفي خلفة. عشان كده هنحفظ اربع كلمات يخلونا نفهم ميلاد الابن من الاب. جاهزين؟ صحصحين؟ هم اربع كلمات برضه. اول كلمة هنقول انه مولود من الاب بدون زواج. متفقين؟ نمرة اتنين، مولود بدون اسبقية. يعني احنا في عالم المخلوقات دايما الاب اكبر من ابنه، لكن الاب موجود امتى؟ منذ الازل. والابن يبقى ما فيش حد اقدم من حد. انا هقولهم بسرعة بعدين هشرح. نمرة تلاتة، بدون انفصال. يعني الابن الموجود في بطن مامته لما بيتولد بينفصل عنها، بيبقى كيان مستقل. في الثالوث مفيش انفصال، يعني الابن كائن في حضن الاب كل حين. ونمرة اربعة، ولادة الابن من الاب باستمرار، مش مرة وعدت. ممكن تقول الاربع كلمات: بدون زواج، بدون انفصال، بدون اسبقية، بدون انفصال او باستمرار. تاني: بدون زواج، بدون اسبقية، بدون انفصال، وباستمرار. نشرحهم ازاي؟ ابسط شرح هو خروج النور من اللمبة، او خروج الفكر من العقل. كلكم عندكم عقل طبعا، والفكر ما بيبطلش. طيب، هل اللمبة محتاجة تتجوز عشان تخلف نور؟ هل العقل محتاج يتجوز عشان يخلف افكار؟ اذا ما فيش زواج. عندنا الجنريتور اللي بيطلع كهرباء بنسميها المولد الكهربائي، بيولد كهرباء، هل ده بيتجوز؟ يبقى من غير زواج. نمرة واحد، بدون زواج. نمرة اتنين، بدون اسبقية، لسببين مهمين جدا. بالرغم رجلي وجعني عشان زرت كنيسة المهد، لكن هقف عشان تشوفوني. بدون اسبقية، هقول لكم سبب منطقي وسبب رياضي، يعني في الحساب. السبب المنطقي ان لو كان الله ما عندوش ابن فترة وبعدين بقاله ابن، يبقى الله بيتغير، واحنا عندنا مبدأ ان الله لا يتغير. اذا كان الله اب النهاردة، يبقى هو اب منذ الازل، وإذا كان أب من منذ الأزل، يبقى معاه ابن منذ الأزل. تعال بقى السبب الحسابي. لو أنت عندك مثلا 60 سنة وابنك عنده 40 سنة، يبقى أنت أكبر منه 20 سنة، منطقية يعني. لكن لو أنت سنك يساوي ما لا نهاية، وابنك اتولد منك بعد 10 سنين مثلا من بداية وجودك اللي هو الأزل، هيبقى ما لا نهاية ناقص 10 يساوي كام؟ ما لا نهاية. ما لا نهاية في الرياضة ما فيهاش أكبر وأصغر. عشان كده لما جه أريوس يقول الأب أكبر من الابن، أنت بتتكلم عن إيه أريوس؟ أنت جه في بالك الأب تحت خاضع للأرقام؟ الأزل يعني الما لا نهاية. فالما لا نهاية لو افترضنا جدلا ان في بنقص منها مليون ولا مليار، هتساوي ما لا نهاية. فعمر الاب يساوي ما لا نهاية، وعمر الابن ما لا نهاية. قديس اثناسيوس الرسول وهو بشرح الحتة دي قال حاجة تالتة. قال ما معناه يعني احنا بنولد اولادنا، بنخلف اولادنا خاضعين للزمن، لان احنا اباء خاضعين للزمن، بيطلعوا زينا. انا عمري بيتعد بالسنين، يبقى لازم الابن المولود مني يتعد بالسنين. لكن الاب ازلي، يبقى لازم الابن اللي خارج منه يكون ايه؟ ازلي زيه. يبقى قلنا في اول شرط او اول علامة انه بدون زواج، والتانية بدون اسبقية، التالتة ايه؟ بدون انفصال. لو بصينا على اللمبة هنلاقي طالع منها نور ولسه جواها النور.
لو بصينا على عقلنا طالع منه فكر ولسه جواه الفكر. فالابن خارج من الاب وهو لسه جواه الاب. عبر عنها الانجيل بكلمة الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. طيب ايه حكاية بقى نمرة اربعة اللي هي بدون انقطاع او باستمرار؟ الولادة في عالم الخلائق الانسان والحيوان والنبات وكله بيتم الولادة في لحظات او في وقت محدد. الولادة متعسرة تاخد لها ساعتين ثلاثة لكن بتخلص. اما الابن فهو مولود من الاب، مولود مش ولد، زي بالظبط خروج النور من اللمبة. مش خرج مرة واحدة واللمبة اتطفت وبقى فيه نور في المكان. وخروج الفكر من العقل بنقول بالانجليزي ستريم مش شوتس، ستريم. زي القديس اثناسيوس قال زي تيار المية اللي خارج من الينبوع. عندنا نهر النيل في مصر دائم الجريان، المية جاية من أواسط أفريقيا وماشية لغاية البحر المتوسط، دائم الجريان، ما هياش مية راكدة ولا بتنقطع ولا بينشف، دائم السريان. فقال كده في ينبوع وطالع منه نهر دائم الجريان. فالينبوع هو الآب، خارج منه الابن زي التيار. يبقى كده في اربع حاجات: واحد بدون زواج، ها، بدون أسبقية، بدون انفصال، وبدون انقطاع او باستمرار. نفس الكلام هنقول عن الروح القدس، بس بدل ما نستخدم كلمة مولود من الاب نستخدم كلمة ايه؟ منبثق من الاب. بدون زواج، بدون أسبقية، بدون انفصال، وبدون انقطاع. بقت سهلة؟ اي حد بقى يفهم ان الابن مولود من الاب يبقى يقول لك حاشا وده كفر، ازاي الله يتجوز؟ تقول له يا عم ايه يتجوز دي، ما احنا اولاد البلد، هل البلد اتجوزت وخلفتنا؟ احنا اولاد الحتة دي، احنا اولاد بيت لحم. فمش لازم كلمة اولاد او ابناء معناها زواج وخلفة. انا ابن النيل. كلكم اولاد النيل، ماشي، المصريين يعني. ممكن حد بقى يتعثر ايضا في فهم هذا الامر، يقول طب ليه الغلبة دي؟ ما كلمة الله واحد اسهل وتخلص. نقول اه طبعا، بس الله في محبته أراد أن يعلن لنا ذاته وشرح لنا أن هو ثالوث، وهو دي محبة منه عشان نعرفه، عشان نقرب منه، عشان نفهمه. وده أصلا الموضوع بتاع النهاردة، إزاي نتعامل مع الثالوث. لو أنا مش فاهم المقدمة اللاهوتية اللي أنا قلتها دلوقتي مش هفهم كيف أتعامل مع الله. الله الواحد بدون فكرة الثالوث هيبقى زعيم، وده اللي خلي منطقتنا العربية دايما فيها حتة الزعامة. الرئيس اسمه الزعيم، واخد بالكم؟ ورئيس عادة في منطقتنا، انا خايف بس ما يخرجونيش من هنا، يعني يعيش طول عمره رئيس، اما يموت او يغتال او يتسجن. لكن حتة تبادل السلطة ويجي واحد تاني بالانتخابات ويبقى فيه مشهورة وفي حاجات دي غريبة عن ذهن الناس اللي عندهم الله واحد مش ثالوث، ما يفهموهاش. وتلاحظوا لما بيجي واحد اللي قبل بيتنسي، وكأن التاريخ بدأ من جديد. عندنا في مصر كده، أيام عبد الناصر كان عبد الناصر، خلص عبد الناصر بقى سادات، بدأ التاريخ. دلوقتي احنا التاريخ بدأ من أول السيسي، واللي فات مات. فدي مش موجودة في البلاد اللي عندها فكر مسيحي أصلا، يعني لأن فكر الثالوث بيعمل حضارة. خليني أنا كمان في حياتي ما بقاش زعيم، أنا كأسقف في كنيستي ما بقاش متسلط لدرجة بلغي اللي حوالي. القداس نفسه اللي بنصليه
بيعلمنا كده. ممكن ابونا يدخل يصلي قداس لوحده من غير شمامسه ولا شعب؟ فاش. عندنا الخلاج القبطي بيقول يقول الكاهن يقول الشماس يقول الشعب. ده ثالوث، ما نقدرش نعيش من غيره. كوني افهم ان الله اب يخليني اقرب لله بروح البنوه. قديس اثناسيوس ليه تعبير رائع جدا، قال كان مفروض ان احنا نعرف الله من خلال الخليقة بتاعته. يعني انا اجي الكنيسة دي اقول الله الكنيسة دي حلوة، ما تعرفوني مين المهندس اللي بناها، فانا عرفته عن طريق صنعته. انا بسأل عليه ليه؟ عشان عايز ابني كنيسة زيها. فيقولوا لي اه ده هو فنان وعمل كذا وعمل كذا، فاعجب به بسبب اعماله. فقال احنا كان مفروض نعرف ربنا من الخليقة التي خلقها، والمزمور بيقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. الذي يتأمل في الطبيعة يعرف خالقها. قال بس ربنا نظر لنا شيئا أفضل، إن احنا نعرفه عن طريق ابنه أحسن من نعرفه عن طريق خلائقه. قال ليه؟ لما نعرفه عن طريق خلائقه هندرك إن احنا أحد الخلائق، لكن لما نعرفه عن طريق ابنه نعرف ان احنا اولاده. ايهما احسن لينا، نكون احد الخلائق ولا احنا اولاده؟ قال عشان كده هو ارسل ابنه يعرفنا بيه. ويعرفنا بيه قالها المسيح في ليلة ألامه في انجيل يوحنا اصحاح 17. وقف كده قال للآب انا اظهرت اسمك للناس، وقال عرفتهم اسمك وسأعرفهم. وعندنا في الكنيسة القبطية في القداس الغرغوري بتاع القديس غرغوريوس الثيولوغوس بنقول له الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي. يعني احنا بنشكره، نقول له أعطيتني علم معرفتك. عندما ندرك أن الله آب نيجي إليه وإحنا مطمئنين. فرق إن أنا عارف إن الله قاضي عادل، وهو فعلا قاضي عادل، وإنه إله جبار في الحروب وهو فعلا جبار في الحروب، وأنه منتقم وهو فعلا منتقم. لكن في فرق لما عرف إن هو أبويا. أبويا، عايزكم تتخيلوا قائد في الجيش ما يدخلش حتة غير لما يغلب وينتصر والناس تخاف منه. ايه موقف ابنه اللي في البيت؟ يخاف منه ولا يحبه ويبقى فخور بيه؟ لما بيطلع من البيت رايح الشغل ولابس الملابس العسكرية والرتب والدنيا، شنبات تتهز تعظيم سلام والناس كلها ترتبك، لكن ابنه يجي يتنطط على كتافه. هل عشان هو ابنه بيحبه وفرحان بيه وفخور بيه يستهين بابوه؟ ها؟ لا طبعا. يقل من كرامته؟ لا طبعا. يهابه؟ اه. يخاف منه؟ لا. معرفتنا لله انه اب خلتنا نحبه ونقترب اليه بطمأنينة مش برعب. وحتى المخافة التي نخافها من الله هي خوف الهيبة مش خوف الرعب. لازم يبقى علاقتنا مع ربنا كده. بس كمان ابقى فاهم مقامه، ده إله الآلهة ورب الأرباب وديان الأرض كلها. إبراهيم أبو الآباء لما وقف يتكلم مع ربنا أيام موضوع سدوم وعمورة بروح الابن قال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ استنى يا إبراهيم تكلم مين؟ يقول لي سيبك من ده أبوي، بس أنا بقول له أنت ديان الأرض كلها. وهو ربنا نفسه قال هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا صانعه
وهو يكون أمة عظيمة. أنا هقول لك إبراهيم دلوقتي هندمر سدوم وعمور. تقول لي ليه؟ عشان أنت ابني. طيب ممكن مدام أنت ابني بهتديني فرصة أقول لك يعني مش معقول تهلك المدينة كلها. لو فيها 10 كويسين مش قال له لو فيها 10 عشان خاطرك أنا مش أهلكها. يرد إبراهيم يقول له شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، صح؟ طب أنت يا إبراهيم جسور فأن تتكلم مع الله وتطلب منه يغير أحكامه، وفي نفس الوقت بتقول له أنا تراب رماد. إيه البارادوكس ده؟ يقول ما هو أبويا بس أنا عارف أنه ديان الأرض كلها أروح فين فيه. ده اللي احنا عايزين نعيشه مع الثالوث، مع الآب. أنا أعرف أنك الله القاضي العادل بس أنا ابنك. عندنا في إبصالية، كلمة إبصالية يعني ترنيمة، كلمة أصلا يوناني، ومنها بسالموس يعني مزمور، بنقولها في الصيام الكبير. نقول إيه؟ يسوع القاضي العادل هو الذي يدينني. معناها ايه؟ عايز يقول انا مش خايف، انا هدخل عندي قضية وهدخل قدام قاضي. القاضي ده زمان كان المحامي بتاعي، فانا ضمنها 100%. فاحنا عندنا المشاعر دي لازم تكون موزونة. نحن نهاب الله لكن مش مرعوبين منه، نحن نحبه لكن ما نستهترش بيه. هو آب لنا لكن في نفس الوقت هو إلهنا، فيبقى فيها المشاعر الموزونة دي. إذا أنا ركزت على إن الله إله قاضي عادل ونسيت حتة إنه أبويا، هترعب منه لدرجة ان انا هنكر وجوده. انا يعني مش ناقص كمان واحد يرعبني من السماء، كفاية اللي في الارض. واذا انا ركزت في انه اب دون ان ادرك ان هو ايضا ديان عادل، ممكن تخلينا استهون به. فخلينا في علاقتنا مع الاب فيها الحاجتين دول. نمرة 2، كوني اعرف ان الله اب تعرفني ازاي اكون اب للناس. عندنا في بيوتنا مش كتير، مع احترامي يعني، مش كتير من الابهات بيكونوا اباء بالحقيقه، لان هو ممكن يكون عنده المشاعر بتاعت بحبش الدلع، هو ما عندوش حته كلمه طيبه لبنته ولا لمراته ولا لابنه، حاسس ان انا قلت لهم كلمة طيبة هيتدلع وياخدوا على كده والبيت يبوس، فيتعامل معهم بخشونة. مش عارف عندكم كده ولا عندنا في مصر، بس عندنا في مصر ممكن بنت تيجي تقول لي انا مثلا عندها 15 16 17 سنة تقول لي عمري ما بابا اخدني في حضنه. هي محتاجة، هي دي الابوة، الاحتضان والحضن ده مهم جدا، مهم جدا، لانه يشعر بالامان ويشعر بالحب ويشعر بالاحتواء. الله اب يعلمني اكون اب، وانا في الكنيسة اب. لو انا مش عارف الاب كيف اكون اب ليكم؟ ازاي هعكس صورة ربنا؟ انتوا ليه بتقولوا للكهنة يا ابونا؟ لان احنا بنعكس صورة الاب السماوي. فإذا ما كنتش أب بالحقيقة، أب يعني بيهتم بكل التفاصيل. في فرق بين موظف وأب. عمرنا ما سمعنا إن ابن راح لأبوه يقول له عايز فلوس عشان بكرة مش عندي درس ولا عندي هدفع الترم ده، يقول له يا حبيبي أنت جيت الساعة 2 والخزنة قفلت، تعال بكرة. ده يبقى موظف. او اب يجي يقول يا جماعه انا عندي انا كده ويك اند وهاخد اجازه وامشي، انا لازم افوق. طب ما تاخدنا معاك، انا عايز اخلص منكم، كانه موظف في البيت. او يجي عند سن 60 يقول لهم هطلع معاش، شوفوا لكم اب غيري.
فيش حاجة زي كده. عشان كده تلاحظوا الكهنوت بتاعنا ما فيهوش أجازة، ما فيهوش معاش، لأن ده أب مش موظف، ويمارس الأبوة بتاعته 24 ساعة مش في مواعيد. الأب في البيت يمارس أبوته لأولاده طول الوقت، والأب يهتم بمصلحة ابنه حتى لو كان الابن مش دريان بنفسه وعاصي ومخالف. ما يقولش أنا عملت اللي عليا وخلاص، فيش حاجة زي كده، عملت اللي عليك. يعقوب أبو الآباء لما فقد منه يوسف قعد يبكي عليه لغاية ما عمي، صح؟ مع أن كان عنده كم ولد؟ 12. ما قالش معلش بناقص واحد، عندنا 11 كف، ما عندوش احتياج، هو أب. لما جم إخوة يوسف مصر عشان يجيبوا قمح، وهو عارفهم ما عرفوش، أخذ منهم شمعون، قال لهم دراه عشان تروحوا تجيبوا أخوكم الصغير بنيامين عشان أصدق إن أنتم مش جواسيس. ولما رجعوا يعقوب زعل جدا، قعدوا خلصوا القمح اللي معاهم وقالوا لأبوهم إحنا هننزل نجيب قمح من مصر، بس لازم ناخد معانا بنيامين، لأن الراجل اللي هناك قال لنا لو ما جبتوش بنيامين هحبسكم كلكم، وإحنا مضطرين ننزل لأن ما عندناش قمح. بكى يعقوب وقال إيه؟ أعدمتموني الأولاد. وقتها كان يعقوب عنده 72 ابن وحفيد، ضيع منهم يوسف وشمعون، عندك 72. بالمنظور بتاع قائد في الجيش يعتبر 2 غياب بيتحطوا في السجن، بالمنظور بتاع الطبيب في المستشفى يقول احنا دخلنا الشهر ده 72 مريض مات منهم 2، ده احنا نسبة عالية جدا، مستشفى رائعة، ايه يعني 2 ماتوا؟ لكن بمنظور الاب لا، اعدمتموني الاولاد. يا ابونا يعقوب انت عندك كتير، يقول لا كل واحد لي غلاوته. دي علاقة الله بينا وعلاقتنا احنا ببعض، نعكس الابوة بتاعت الله. فيش حاجة اسمها بناقص واحد، الواحد ده غالي. تخيلوا اب عنده 10 ولاد وبنات، يعني كده اخر النهار رجع البيت بيقول للمدام ايه اخبار الولاد، قالت له عندنا 9 كويسين وواحد مجاش وكده، النسبة 90% رائع، نقفل الباب ونمشي. لا طبعا فيش حاجة اسمها نسبة مئوية. موسى النبي وهو خارج من مصر فرعون قال له مين هيخرج ومين هيقعد، قال له لا يبقى ظلف، لا يبقى، عارفين ايه الظلف؟ الحافر بتاع المواشي، مش هنسيب لك ظلف ضافر. إبوة الله تعلمنا الإبوة، ونتعامل مع بعض بروح الإبوة. ندخل على الابن، الثالوث فيه أب وفيه ابن، إيه علاقتنا بالابن؟ الابن في ملء الزمان تجسد من العذراء مريم، وولد في بيت لحم، مدينة الأنبياء، مدينة داود. عندنا في الكنيسة في لحن يقول السلام لبيت لحم، وعندنا الأوضة اللي بنعمل فيها القربان بنسميها بيت لحم، وعندنا في الدير كل اللي معدي من قدام أوضة القربان يقول السلام لبيت لحم مدينة الأنبياء. وأنا أحسب نفسي محظوظ أن هذا موجود في بيت لحم، ويا بختكم أن أنتم باستمرار في بيت لحم. في ملء الزمان ولد الرب يسوع من العذراء مريم، صار ابن إنسان، ودعانا أن نتحد به. نتحد به حاجتين مهمين، المعمودية والتناول، فنصير أعضاء جسده. وزي ما قال بولس الرسول لأننا من لحمه ومن عظامه، ويشرح بولس الرسول ان المسيح بكر بين اخوة كثيرين، صار هو
كبير العيلة بتاعت البشر. وعشان هو ابن الاب خلانا احنا اولاد الاب. يعني العنصر الاولاني اتكلمت فيه ان احنا اولاد الاب ده جالنا امتى بالذات؟ طبعا من ساعة الخليقة الله بيعتبرنا اولاده، بس زي الابن الضال اللي مش بعيد وجه الراعي الصالح رد الابن الضال لابيه. فالمسيح جابنا للاب نكون ابناء الاب. بس ركزوا الفرق بين بنوة المسيح للاب وبنوتنا احنا للاب، هما ولا حاجة؟ في فرق. ايه الفرق؟ لو حد قال يبقى كده المسيح ابن الاب واحنا اولاد الاب، ايه الفرق؟ هو بالولادة. طب واحنا بالتبني. بالتبني يعني هو من جوهر الاب لكن احنا بالنعمة. عشان كده هو اله من اله، اله حق من اله حق، ونور من نور، لكن احنا مش اله من اله. احنا انعم علينا ان نكون اولاده، رفعنا لرتبة البنوة. القديسين قالوا ابن الله صار ابن بشر لكي يجعل ابناء البشر ابناء لله. وفي التسبيحة في الكنيسة القبطية نقول هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. اخذ بنوتنا لآدم عشان يعطينا بنوته للآب. بس هو صار ابن آدم بالحقيقة بسبب التجسد، لكن احنا صرنا ابناء الآب بالنعمة بالتبني. فصار لنا الحق ان ننادي الله بكلمة يا ابانا الذي في السماوات، لاننا بقينا اولاده. اولاده ليه؟ لاننا اتحدنا بالابن. فعلاقتي بالآب ان انا ابنه، وعلاقتي بالابن ان انا اخوه، او ان انا عضو في جسده، ان انا حتة منه. فلما اكون فاهم ثالوث هعرف اتفاهم مع ربنا. لما اتكلم مع الاب، احنا عندنا في الكنيسة القبطية ابانا الذي في السماوات اللي بنقول هدية، في الاخر بنقول لقباط يقولوا بالمسيح يسوع ربنا، اللي هي مش موجودة في نص الكتاب المقدس. ليه؟ ليه بنقولها؟ عشان الكنيسة عايزة تقول انا هقول للاب ابانا بالمسيح. من غير المسيح ما دارش اقول للاب يا ابانا. في ابانا الذي في السماوات بالمسيح يسوع ربنا. صلاة الشكر بنقول فلنشكر صانع الخيرات رحوم الله ابا ربنا. في الاخر نقول له بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد الى اخر. فنحن نتكلم مع الاب بدالة الابن. ليه؟ لانه بقى صديقنا واحد مننا، فبناخده في وشنا كده نقول له اتكلم مع الاب نيابة عنا، لان انت كلماتك مقبولة. ولذلك وصف بولس الرسول ان المسيح في تجسده صار رئيس الكهنة الاعظم، مذكورة بكثرة في رسالة العبرانيين. رئيس الكهنة وظيفته ايه؟ أن يقود الشعب في الصلاة لله. طب المسيح بيقودنا في الصلاة للآب. إحنا بنصلي له وهو بيشترك معنا في الصلاة لله الآب. عندنا لحن في الكنيسة القبطية اللي هو لحن الجناينان، بنقول له في مقدمته شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك ومعك إلى الآب. يطلبون إليك لأنك أنت إلهنا، المسيح إلهنا، وبك يعني بقوتك بواسطتك، ومعك يعني أنت كمان هتصرخ وإحنا هنصرخ معاك، وتقول ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. إيه رأيكم لما المسيح يقول للآب ارحمنا؟ يا في استجابة ولا ما فيش؟ بس استجابة ليه هو ولا لينا احنا؟ لينا احنا. هو اللي قاد الموكب ودخل وجاب الفايدة. علاقتنا بالآب أننا أبناء ونتعلم منه الأبوة. علاقتنا بالابن أن احنا أعضاء في جسده ونتعلم منه أيضا البنوة. ركزوا في دي. لو لم أكن ابنا صالحا لا أستطيع أن أكون أب صالح. يعني أنا لو ما خضعتش للبابا تواضروس ما ينفعش الناس تخضع لي وتحبني، لان ما عرفتش اكون ابن فمش عارف اكون اب. والكنيسه منذ ايام الرسل لغايه النهارده
كيان متماسك بالرغم ما عندناش بوليس ولا سجن ولا قضاء ولا حوافز ولا رفد ولا أي نوع ما يخلي الناس متماسكة. أي دولة في الدنيا اللي خليها متماسكة إن في ثواب وعقاب، في بوليس وفي نيابة وفي قضاء وفي سجن وفي مكافأة وفي عقوبة، والناس اللي في أي مصلحة بيشتغلوا بأمانة ودقة علشان في الآخر إما هاخد حوافز أو هتخصم منه. قولوا لي بقى أنتوا لما بتيجوا الكنيسة بتاخدوا حوافز؟ لو حد غاب بيتخصم منه؟ لو حد ما صامش حد هيتخه بالنار؟ لو حد ما جاش سلم على ابونا هنعديه؟ ايه اللي مخلي الكنيسة 2000 سنة متماسكة؟ روح الابوة، روح البنوة. لينا كبير وبنحبه ونتمسك به ونخضع ليه بروح البنوة. والحمد لله ان كنائسنا السريان والأقباط كنائس مجمعية. كلمة مجمعية يعني ايه؟ حتى البابا يبقى خاضع للمجمع، عشان مش هينفع يبقى، او البطريرك يعني، مش هينفع يبقى اب وهو مش عارف يكون ابن. فتعلمنا من الثالوث ان تكون ابن زي ما انت اب. طبعا في بيوتنا لو انت مش محترم والدك كيف تتوقع ان ابنك يحترمك؟ لو ابنك شايفك عمال تبوق في ابوك وتشخط فيه وتطرده وتقول له انت عجزت وخرفت وانا مش عايزك، تتوقع يعمل فيك ايه؟ وبعدين مش بس الاب والابن والجد، تعال في الكنيسة. احنا عندنا في الكنيسة القبطية في خدمة مدارس احد، اعتقد عندكم حاجات زي كده، خدمة الشبيبة والحاجات دي. في قائد، امين خدمة، امين تربية كنسية، او امين اسرة. انا خادم بس مش عارف اخضع لامين الخدمه ده ودايما بعمل معاه مشاكل، يبقى ما عندكش روح البنوه. انت عايز تبقى زعيم، عايز تبقى اب دون ان تكون ابن، كيف تكون فاهم ثالوث وانت مش خاضع؟ ايماننا بالثالوث يخليني اب جيد وابن جيد. اخضع خضوع الحب والاقتناع، مش خضوع القهر والخنوع. ما عندناش شيء يجبرنا على الخضوع إلى الحب وإيماننا بالثالوث. يبقى تعلمنا من الآب الأبوة ونتعامل معاه لأنه أبونا، تعلمنا من الابن البنوة ونتعامل معاه لأنه أخونا أو إحنا أعضاء جسده. ناقص لنا مين؟ الروح القدس. الروح القدس هو الذي يقود خطواتنا الروحية من يوم المعمودية ليوم الانتقال وإلى الأبد. المسيح قال لنا كده، أرسل لا أترككم يتامى، أرسل لكم معزي آخر روح الحق الذي لا يعرفه العالم لأنه لا يراه. وقال إن الروح القدس يكون معكم ويكون ماكث فيكم، يكون معكم ولا يتركنا. الروح القدس لا يمكن أن يترك الإنسان. أقول لكم الدليل برضو في الكنيستين، لأنهم كنيسة واحدة في إيمان. لو واحد أنكر الإيمان ما بقاش مسيحي وراجع تاني يتوب ويندم وعايز يبقى مسيحي، هل نعمده؟ نعمده؟ لا. ليه؟ معمودية واحدة. طب هل ندهنه بالميرون؟ هي مرة واحدة. عارف دي معناها إيه؟ الروح القدس لم يتركه حتى لو كان ملحد أو كان تارك للإيمان وانتمى لديانة أخرى، ستيل الروح القدس فيه بس مطفي. عشان كده الكتاب قال لا تطفئ الروح. لما بيرجع يعترف وابونا يديله قانون توبة ويصلي له التحليل ويدخل يتناول ويدار مداخلك شر. لو قال له يا ابونا انا حاسس ان انا افسدت معموديتي، يقول له حبيبي المعمودية لا تفسد. انا حاسس ان انا طردت الروح القدس من حياتي، يقول له هو موجود بس كان مطفي، انت طفيته بس هو ذات هيشعلل. الروح القدس فينا لا يفارقنا. ربنا يحمينا جميعا. يفارق الانسان امتى؟ لو مات في خطيته، خلاص ساعتها بقى يسيب.
يعني لغاية آخر نفس الروح القدس يرافقنا. وزينا زيكم كده الناس الأبرار الحلوين، مش هيسيبنا حتى بعد الانتقال، هيكون معنا في السماء، لأن دي شركة أبدية. الروح القدس، احنا دايما بنسمع عن كلمة الحياة الروحية. هل الحياة الروحية يقصد بيها تنتسب للروح الإنسانية؟ طب ما أنا بصوم والصيام برضو في جسد شغال، طب ما أنا بصلي بقف، لما بعمل ميطانيات واسجد للأرض الجسد بيشترك، لما بسهر في الصلاة الجسد مشترك. ليه نسميها حياة روحية؟ مش نسبة للروح الإنسانية، لكن نسبة للروح القدس. طبعا الروح القدس بيعمل كل حاجة في حياتنا، خصوصا مرتبطة بأسرار الكنيسة السابعة، لكن أنا هركز على حاجة واحدة عشان أنا حسيت أن أنا تعبتكم. ما تعبتوش؟ طب أنا تعبت. لا هقول لكم، مفروض ان احنا اصلا مخلوقين على صورة الله. ماشي يا عم، احنا مش معترضين على اللي بتقول. احنا مخلوقين على صورة الله. الصورة دي نتيجة خطية ادم تشوهت. مش هننفع ندخل السماء غير لما تكون الصورة رجعت لنا تاني. فربنا لما تجسد جه عشان يرجع لنا الصورة، بس بيرجعها دي مش ختم مرة واحدة. بتبتدي في المعمودية، يتزرع فينا صورة المسيح، لكن الروح القدس طول المسيرة الروحية بتاعتنا من يوم المعمودية ليوم الانتقال بينقش فينا ملامح المسيح. وأقصد ملامح المسيح مش بتاعة الوجه. المسيح زيكم كده من بلاد الشوام وشكلهم حلو، لكن احنا غلابة في مصر، يعني برضو ملامحنا سمرة زي أرض مصر السمرة. لا يقصد بيها أن الوجه يبقى أبيض، ولا العينين خضرة، ولا الشعر أصفر، ولا هو كان أبرع جمال من بني البشر، لكن يقصد بيها ملامح البرسوناليتي، شخصية المسيح. الروح القدس يبتدي ينحت فيك الاتضاع والوداعة والطهارة والمحبة والاحتضان والشفقة على الناس والتسامح، لغاية ما تكتمل فيك الصورة دي. ده شغل الروح القدس. قالها بولس الرسول في آية جميلة جدا، يقول لك نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نتغير ده فعل ماضي ولا مستمر ومضارع؟ نتغير، يعني عملية التغيير. عشان كده قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. نتغير إلى تلك الصورة عينها، اللي هي صورة المسيح، من مجد إلى مجد، يعني step by step، مرحلة تودي مرحلة. بس مين اللي بيعمل؟ الروح القدس. طب ما احنا كلنا فينا الروح القدس من يوم ما تعمدنا واحنا أطفال. ليه في ناس بسرعة يبقوا قدسين وناس لا؟ حسب بقى ايه؟ التجاوب. الروح القدس بيشتغل واحنا لازم يكون في تجاوب. ففي انسان يتجاوب مع عمل الله بسرعة يبقى قديس، في واحد معصلك، وفي واحد هربان. يعني بتخيل كده زي ما يكون في طفل صغير بيكره الحموم، ومامته تجري وراه في الشقه عشان تجيبه وتحميه، وبالنسبه له الحموم دوت علقه. وفي واد تاني يحب الميه، مش عايز يطلع من البانيو. ده حتى في الاطفال هما بيتعمدوا، في طفل ينزل في الميه يبقى متهلل، في طفل تاني يعيط ويسوي. الروح القدس يجري ورانا عشان يجيبنا للكنيسه يغسلنا واحنا نعصلج منه. تعال يا ابني في اجتماع، تعالى في قداس اروح متاخر، تعالى في عشيه ما احبهاش، في تسبيحه ما بفهمهاش، في مش عارف الصيام ما بحبش الصيامات، في كل الحاجات دي عملها الكنيسه كوسائط لروح القدس يشتغل ينحت فيا صوره المسيح. في ناس يسلم نفسه لروح القدس يشتغل يطلع انتاج سريع،
وفي واحد تاني قاعد مع عصلك. عندنا قديسين سنهم صغير زي أبانوب، كان عنده كم سنة؟ 12 سنة وبقى شهيد عظيم، وإجاباته على الولاة حاجة مش معقول، واحتماله للألمات شيء فائق للعقل. إزاي يحطوه في نار، وإزاي يحطوه في ساري مركب رأسه لتحت ورجله لفوق لغاية ما الدم ينزل من مناخيره وبقه. عيل عنده 12 سنة. عندنا ماكسيموس وديماديوس، مش كده؟ شباب صغيرين يعني 17 و19 سنة، وأبو مقر نفسه شهد لقداستهم. على فكرة ماكسيموس وديماديوس كانوا أساسا ولاد الملك في بيزنطة، ترهبانوا أساسا في سوريا عند قديس اسمه غابيوس، ولما قبل ما يتنيح قال لهم روح لأبو مقر في برية شهيد. وهم جايين طبعا ماشي تعبوا في الطريق، فحملتهم الملائكة إلى برية الأسقيط، لقوا نفسهم هناك. وفي ناس تعيش وتعمر وفي الآخر ولا حاجة، فيش أي نعمة استفادوها ولا أخدوها. في واحد تلاقيه كل ما يكبر في السن كل ما يزداد هيبة وحكمة وعقل وقداسة، وتتلمس منه روح ربنا فعلا. وفي إنسان زي ما جه في قصة سوسنة العفيفة، دانيال قال للشيخين المتعطقان في الشر، إنسان يتعطق في الشر، خبرته في الحياة إنه يكون مكار وظالم وقاسي ويعمل العملة محدش يقدر يقفشه لأنه بقى حويط، والأيام اديت له خبرة في القساوة. فإحنا بنكون صورة الله لما الروح القدس يعمل فينا، يحولنا إلى منظر المسيح عشان يكون هو بكر بين إخوة كثيرين. أنا خلصت. إحنا أخذنا أول جزء يعني إيه ثالوث، عشان بناء عليه نبني ونقول أنا ابن الآب ولازم أكون أب جيد، وكلامي على الأم برضو، وأنا عضو في جسد المسيح ولازم أكون ابن جيد للي حواليا. ونمر الثلاثة، أنا هيكل لروح القدس ويجب أن أعطي فرصة لروح القدس يشتغل فيا عشان يحولني إلى صورة المسيح. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.